عمم لا يعني. احنا انت كنت عم تسألني عن اللي موجود قدامك يعني، بس طبعا انا قلت لك احنا تلقينا الاف التهاني ومباركات، وكثير منا عبر الصحافة وصحفييننا والاصدقاء منهم والاغراب يعني. فانا بشكرهم كثير على كل مباركة قريتها، بشكر اعلاميين كثير بلبنان وبمصر، وحضرتك ذكرت من شوي استاذ عادل حموده، وانا في كثير ناس بلبنان مجلات وجرايد كتبوا كثير حلو. هو الحدث سعيد، فالمباركه كانت سعيده وحلوه يعني. والصحافه كل عمرها كان لها دور كبير بحياه الفنيه يعني، انا وصلت للناس وحب الناس من خلال الصحافه الحلوه، فاكيد لها فضل علي كثير كبير. أحمد بيغير؟ بغير غيرته صعبة يعني ولا غيرة؟ في رجالة غيرتها صمتة يعني كيش، بس بعد كده تلاقيها طلعت في حاجة، وفي رجالة في نفس اللحظة إيه ده وما ينفعش هو أنهي نوع؟ هو ما بيقولش، انا بحس يعني بشوف انه هو تغير، انه في شيء يعني ضايقه، بس اجمالا انا ما بستفزش غيرته يعني، بحاول قد ما فيي ان انا ماليش دعوه، ما انه مثل كل انسان شرقي بغار، بس غيرته منطقيه جدا. حاسه ان هو غلبان ان هو متجوز مارلين مونرو احمد غلبان، اي لو يشوف هو، بس انت ما تعرفوش. ما اعرفوش. مش غلبان، ده انا اللي غلبانه. انت اللي غلبانه معاه. لا احمد مش غلبان قوي، وانا ما بحبش الراجل الغلبان. طب انت بتغيري عليه؟ بحدود المعقول بغير عليه، وحتى هو ما بيستفزش غيرتي ابدا، بس بغير عليه عادي يعني، بحبه وبحترمه كتير، بس انه بغير غيره عاديه كتير. هل انتوا زي كل زوجين عندكم مثلا مصروف البيت مش يعني، يعني الناس بتتخيل ان دي زواج غير طبيعي وغير عادي، بس اكيد في العادي ده يعني مثلا انه بنصرف في كذا، الراجل بيصرف في حاجه يعني عادي كده، ولا الموضوع ده مش موجود ولا؟ لا صراحة الموضوع ده مش موجود يعني، مش موجود عشان الحياة انت في حتة مش بس وفي هيك، حتة. لأنه يعني في حدا مسؤول عن البيت بياخد مصروف البيت وبيجيب كل شيء مين بيدفع بقى بيلزم مصروف البيت؟ الراجل. الراجل. لما ده اللي انا بسأله، ماشية الأمور كده عادي زي أي زواج يعني؟ طبعا عادي اكيد يعني، اكيد لو في شيء انا كنت في مكان وشفت شيء بيليق للبيت مش هستنى اقول له الو تعالى اجيبه يعني، اكيد انا هجيب الحاجه اللي تعجب بيتي وتعجبني. انا مش واحده اتكاليه وبتكل قوي يعني. عندك فلوس كتير يا هيفا؟ انت انا شخصيا، الحمد لان لله، انا دايما اقول الحمد لهم لله ايه، عايشه اقول لهم حلو، اقول لهم هيفا مش محتاجه راجل معاه فلوس يعني، هي معاه يعني. الحمد لله. انا يعني انت انا تعيشي كويس يعني. الحمد لله الحمد لله اكيد يعني، ربنا اكرمني واعطاني اكتر ما بستاهل، وان شاء الله انا اكون كمان. لا انت من النوع اللي بيحوش يعني، اللي عامل انا لا حساب. ما بعرفش احوش ابدا، عشان انا لو هحوش في ناس كتير موجوده حوالي ومحتاجه محتاجاني هتقعد من غير مصروف، فانا عشان احوش في حاجات كتير ما ينفعش اوقفها عشان في ناس كتير محتاجاني، فما ينفعش احوش، ما ينفعش ابقى بخيله على الناس اللي يعني ممكن تحتاجني. تفتكري هل حد من الفنانين او الفنانات اللي في الوسط الفني اللي هم بيحبوا هيفا قوي كان ليه يد في اللي حصل ده؟ في حد، شك في حد انا مش يعني؟ شاكه في حد طبعا، لا من الفنانين، بس انا طبعا طبعا وانا متاكده كل التاكيد انه هيدا الشيء مش صدفه، في حد مسؤول عن ده، وحد عمل يعني سعى انه ده يحصل، انه يعني هذا ده الشيء فعل يصير. فاعل يعني زي ما طبعا بيقولوا. طبعا يعني، هو الصحفي الكبير المحترم المخضرم اللي كتب في جورنال الاخبار اللي انا بحترمه وبقدره هالجورنال، صحي من النوم قرر يكتب كده، اكيد في حد حسوا على انه يكتب كده يعني، او استفز الكلمات اللي طلعت وخصوصا من قلمه. هذا الصحفي بالتحديد دايما بيكتب في القضايا يعني القوميه يعني ملوش دعوه لا بفرح يعني هيفا. لما يجي يعطي رايه بهيفا وهبي، هو ما يعرفهاش غير من خلال الاعلام يعني، بيعطي رايه بهالاسلوب عنا وعن جوزي اللي هو لا يعرفه ولا حضر المناسبه، وتكلم بادنى انواع الكلام اللي ممكن يحاسب عليه كمان القانون، بس هو اخذ مجده، افتكر انه لو ما كتبش الاسامي يبقى هو لا يحاسب. لا هو لو ما حاسبوش القانون في رب فوق هو اللي هيحاسبه. يمكن انا عايز اقول لك على حاجه جايز انت ما تتخيليهاش، بس بعض الناس تخيلوا انه الرئيس لما في عيد العمال كان بيتكلم على بعض مظاهر الفشخره عند رجال الاعمال والى اخره، حسوا انه ده ممكن يكون، طبعا الرئيس بعيد عن الموضوع ده
في الفرح والحواديت يعني ما بينزلش للأفكار ديت، أكيد. إنما افتكروا إن دي إشارة للموضوع ده، فابتدوا ممكن يكونوا بيجاملوا يعني، بنكتب أهو إنه ما ينفعش إن حد يصرف، ما ينفعش إن حد يعني أولا ممكن يعني يكون رئيس بلاد أرقى وأكبر من إنه يفكر في حاجة زي دي أولا، ومع احترامي يعني للرئيس سيد حسني مبارك وكل الاحترام. ثانيا أحمد رجل أعمال محترم كتير، هو مش قاتل قتيل ولا نهب فلوس عشان يقصده رئيس دولة، رئيس دولة يعني، هاي شغلة. ثاني شيء اللي لمح لهالمريض إنسان مريض بس، وبعدين الفشخرة اللي حكي عنها سيد الرئيس، اللي احنا عملنا فيه فشخرة يعني، لا كنا بعد لا موزعين صور، وصور عادية جدا مثل أي اثنين بأي جورنال بتفتحه بتلاقي صور عروس. وزي ما احنا ذكرنا هو مشكور، ما كانش بيشكركم انتوا، لأنه كان الحوار صحيح في سياق إيه، إنه الإفطارات اللي بتتعمل في رمضان والناس بتروح لبعضها وكتير ورجال الأعمال، كان ده السياق، ما كانش السياق على كل أحمد بعيد كلي عن هال يعني المواصفات، لأنه أنا شفت بعيني أحمد لما بيقول لي أنا إحنا في قرى عندنا ما عندهمش بطاطين في الشتاء يعني حرمت. أنا عارف بطاطينهم بس عشان اللبنانية اللي عم يحضروني، فأنا ما كنت بعرف، فأنا بشوفه لما بيبعت اللوريز اللي فيها البطاطين وفيها حاجات لرمضان وهيك، كنت بتأثر، وهذا جزء من إعجابي فيه يعني. هو لازم يعمل زي ناس تانية، يجيب كاميرا تعالوا صوروني أنا بعمل إيه للغلابة. الفشخرة اللي قالوا عنها، الفشخرة دي مش صفة من صفات أحمد، لأنه ولا مرة وزعنا صور تستفز الناس في موضوع الفشخرة. فشخرة هم اخترعوها وهم ألفوها وهم كلموا عنها، وأنا مش بن فيها دلوقتي، أنا عشان بقول الحقيقة، حقيقة تانية اتكتبت. اللي بعد ما بعد الفرح رجعت هي وتعمل لها فرح تاني. فرح تاني، توقيع أو بيقولوا تجديد عقد روتانا، اشرحي لنا ده يعني إيه؟ لا ما تجديد، هو رجوع لشركة روتانا. أنت كنت خرجتي من روتانا؟ إيه كنت خرجت، كان صار لي أكثر من 3 سنين، وآخر فترة كنت مع شركة عالم الفن اللي بحترم كثير أنا أستاذ محسن جابر، وبحبه من قلبي وبقدره كتير، لأنه أنا كان موجود في الفرح، كان موجود، وألبومي الأخير كان معه، وبكن له كل الاحترام والتقدير. أنا ما رجعت على شركة روتانا، أنا ابتديت فيها أول، بلشت مع روتانا وكبرت مع روتانا، وانفصلنا فترة، وهلأ رجعنا لبعض بعقد جديد. وإن شاء الله يعني في آخر شوية مشاريع، فيلم دكان شحاتة اللي حينزل هلأ، أنا عارف راح كان الحمد لله، وب 17 هذا الشهر راح نروح على افتتاح الفيلم. ايه بقى دورك على نرجع لبعض بدون يعني شروط تعجيزيه من الطرفين، وحفلاتي هتبقى كمان يعني نشاطاتي الاحتفاليه من خلال